هنتكلم على حصة الولاد في فرع من فروع اللغة العربية ومهمة جدا، بحيث ان انا في كلمات بكتبها غلط بقدر ان انا اعالج نفسي منها من خلال ايه الدروس دي. عندي هنا كلمات فيها حروف تنطق ولا تكتب، احنا واخدين اللي احنا ايه كل ما ينطق يكتب، كل ما ينطق يكتب، بس في كلمات فيها حروف بنطقها بس ما بكتبهاش. يعني انا لو كتبت مثلا كلمة محمد ها او التلميذ، هل في حرف من ده نطقته وما كتبتوش؟ لا، كل الحروف اللي هي مكتوبة ديت انا نطقتها، صح ولا لا؟ اه. يبقى كل في قاعدة كده، كل ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. بس عندي هنا كلمات فيها حروف تنطق بس ايه؟ ما تتكتبش. طيب عندنا هنا حرفين، الالف في كلمات بها حرف الالف بنطقه بس ما بكتبوش، زي ايه؟ عندي كلمة هذا، احنا عندنا اسماء الاشارة هذا هذه هذان هاتان هؤلاء، دول خمسة المشهورين صح؟ ما عدا كلمة هاتان، هم الأربعة ما عدا كلمة هاتان، مش ايه؟ طيب عندنا كلمة هذا، نعم. عندي كلمة هذا، هذا ديت هل كل الحروف اللي أنا نطقتها كتبتها؟ لا. هل كل الحروف اللي أنا نطقتها كتبتها؟ لا. أمال إيه؟ قال لك هنا أنا دلوقتي أنا هكتب اللي أنا بقوله، اللي أنا بنطقه. طب تعالى نشوف أنا بنطقه إزاي؟ أنا هذا دي الكلمة اللي هي إيه؟ اللي أنا نطقتها، صح؟ ولكن هنا حرف الألف، مش هو حرف الألف اللي أنا كتبته هنا الزيادة؟ آه. هناك هنا بقى حرف الألف ده عامل إيه؟ قال لك ده ينطق ولا يكتب، ينطق ولا يكتب ولا يكتب، خلاص؟ طيب عندي برة نفس الكلام في كلمة هذه، ها مين اللي اتملها لي؟ عافية هذه، صح؟ طيب ممكن مرة واحدة تقول لي ايه؟ طب يا استاذ انا قلت هذه، طب عندي حرف الياء صح؟ بس احنا عارفين الياء ايه مكسورة، الهاء هنا ايه؟ مكسورة يعني مش ياء، تحتها كسر، هذه تبقى هذه. هنا برضو حرف الايه؟ الالف، حرف الالف دي بيعمل ايه؟ بتكتبي كده اقف، كلمة هذه كده ازاي؟ طيب ايه الحرف اللي انا نطقته وما كتبتوش؟ حرف ايه؟ سيب القلم وركزي معايا، حرف الالف. طيب في كلمة برضك زي ايه؟ هذان، عندي كلمة هذان ها مكتوبة ازاي؟ اقفي هذان. طب انا ممكن اقول ايه؟ هزم، مش هقدر اقول كده، ولكن اسمها ايه؟ هزم، هزم. يبقى هنا مره جينا حرف ايه اللي نطقته ما كتبتوش؟ حرف ايه؟ شط. يبقى هنا حرف الالف. طب احنا عندنا الكلمات دي كلها فيها حرف الالف، ونزود عليها مره كلمه طه. طيب هذا، عندي كلمه هذا وهذه وهذان، نفس الكلام برضو ايه؟ هؤلاء، أنا هؤلاء، صح ولا لأ؟ صح. طيب كلمة لكن، أنا لكن، ها؟ لكن، إلى، أنا إلى، مش دي الكلمة؟ أهي، إلى، الله، الله. في حد قرأ القرآن فتح المصحف لقى الكلمة اللي مكتوبة كده الله؟ لا. شفتها قبل كده؟ لا. طيب شفت عارفين سورة طه؟ اه. هل مكتوبة كده؟ طه كده؟ لا. هل مكتوبة ازاي؟ كده بالشكل ده صح؟ اه. طيب يبقى عندي هنا ايه؟
دي قاعدة ثابتة. قاعدة ثابتة ازاي؟ يعني ما بتتغيرش. الكلمات ديت فيها حروف تنطق ولكن ما مكتوبهاش. ماشي؟ طيب عندي بقى دي احنا كنا راجعين عليها قبل كده. عندي بقى في حرف اللام. حرف ايه؟ اللام. حرف اللام ازاي؟ قال لك كده حرف اللام في كلمة ايه؟ الذي. مين الشطرة اللي تقدر تيجي تكتبها لي باللام النطق؟ مين؟ تعالى. شوف الكلمة على قد ما انت نطقتها بالظبط. الذي. ها؟ طب انا خدت الكلمة. يلا ماشي صح؟ ما تبصليش لكل الكلمة، حط رفعت ايدك عشان يلا. Yeah.